مرحبا بكم على قناة زاوية أخرى في موضوع جديد وحكاية تاريخية جديدة. الحكاية ديالنا هاد المرة على المغاربة اللي طرداتهم للجزائر في 1975 وداروا بهم مسيرة تسمت بالمسيرة السوداء ولا المسيرة الكحلة. طردوا أكثر من 45 ألف عائلة مغربية كانت ساكنة في الجزائر، ووصل العدد ديال الأفراد اللي طردوهم لأكثر من 350 ألف واحد. خرجوهم من ديورهم نهار العيد الكبير 18 ديسمبر 1975، يعني مور شهر على المسيرة الخضراء. هاد العملية كانت كرد فعل غريب من الهواري بومدين على المسيرة الخضراء. جراو عليهم في ظروف صعيبة، الناس فقط تفرح بالعيد مع أولادها، وجاو هجموا عليهم العسكر وخرجوهم من ديورهم بلا ما يخليوهم تجمعوا حوايجهم. هاد العائلات خلت الحولي ديال العيد مازال معلق في ديورهم. يوسفية مع عمري هي واحدة من الناس اللي طردوهم، قالت باللي خرجوهم من ديورهم بحوايج النعاس، وكاين اللي قال باللي المعاملات ديال العسكر الجزائري تجاوزات الإذلال ووصلت للاغتصاب وسرقوا لهم الممتلكات ديالهم. الحكاية ديالنا اليوم غنعتمدوا فيها على الشهادة ديال واحد من المطرودين اللي هو الأستاذ جمال العثماني، وثق الأحداث المأساوية اللي عاشها في سيرة ذاتية سمها قرارة الخيط. وبالمناسبة عنده كتاب جديد وزوين سميته تخاريف حنا يامنا، كيستحق القراءة ومتعلق بنفس الموضوع. غتلقاو في المكتبات المغربية، ولا يمكن لكم تواصلوا معاه شخصيا في القناة ديالو اللي غنخلي لكم اللين ديالها في صندوق الوصف. ملي قررت نشارك معكم هاد الأحداث المأساوية اللي كنظن انه كاين بزاف ديال الناس اللي مسمعوش عليها، الأستاذ جمال قبل الفكرة بصدر رحب، ولا سمحت الظروف غادي يطلع معنا في آخر الحلقات باش يملأ الفراغات ديال بعض المواقف المتعلقين بهاد الأحداث المأساوية، ويجاوبنا على الأسئلة اللي ممكن تطرحوها انتوما لتحت في التعليق. هذه حقيقة للتاريخ، والتاريخ ما كيرحمش. احنا عارفين باللي كاينين الفئات من الشعب الجزائري اللي هما خوتنا وكتجمعنا بهم بزاف ديال القواسم المشتركة، يعني ما غاديش نعرجوا على هاد الأحداث باش نحقدوا على شي حد من أبناء الشعب الجزائري، وإنما هي أحداث خاصنا نديو العبرة منها ونستافدوا من الأخطاء اللي وقعوا فيها. واكيد انه كاين بزاف ديال الجزائريين اللي ما غاديش يقبلوا بهذا الظلم اللي وقع للناس مدنيين عزل، وفي واحد النهار اللي نورمالمون خاص يكون نهار ديال الفرحه، ويجردوهم من حوايجهم والممتلكات ديالهم. الاستاذ جمال العثماني مول هاد الشهاده في روايه قراره الخيط هو من مواليد 1962 في حمام بوحجر بالجزائر، وهي منطقه في ولايه عين تيموشنت بعيدة على وهران ب 60 كيلومتر وبحوالي 150 كيلومتر على مدينة وجدة المغربية. الأستاذ جمال فاز بجائزة أحسن موظف خدمة للبحث العلمي والعضوية الشرفية في 1991 من جمعية الطلبة الباحثين في الأدب واللغة بكلية الأداب جامعة محمد الخامس في الرباط، وشهادة تقديرية من الملتقى الفرنكو مغاربي للتوثيق دورة تونس 2008. مزوج وعنده 3 ديال الأولاد، الله يخليهم ليه ويوفقهم في حياتهم. ما نفوتش هاد الفرصة باش نقدم واحد التحية خاصة لكل من الأستاذ محمد جوهري الرئيس السابق لجمعية حقوق الإنسان فرع زايو، والأستاذ الشاعر الزبير الخياط اللي دار المقدمة وشرف على الأعمال ديال المؤلف، حيت ما بخلوش عليا في مد يد العون في أي معلومة طلبناها، وعاونونا باش نلقاو هاد النسخة من هاد الرواية القيمة. هاد العمل كيهديه الأستاذ جمال العثماني لكاع المغاربة المطرودين من الجزائر عام 1975، وكيقول أنه واخا اختلفوا التفاصيل ديال الطرد عند كل مطرود، إلا أن المأساة كتبقى مشتركة وهزها الصدر بألم كبير عاقلة عليها العيون بحزن. في 1975 مور المسيرة الخضراء مباشرة، اخترقت السلطات ديال الجزائر كاع الأعراف الأخلاقية والإنسانية، وطردوا 45 ألف أسرة مغربية في عيد الأضحى لمركز الحدود زوج بغال، وبلا تشي إنذار ولا يعلموهم بهاد الشي بلا ما يراعيوا الدم والنسوبية والإسلام. هاد العائلة تخرجوهم من ديورهم في ظروف قاسحة وحيدوا لهم الممتلكات ديالهم، وكانوا ضحايا القرار سياسي أعمى قربهم دين. غادي نبداو مع الفصول ديال الحكاية بلسان الأستاذ جمال، واللي كتبوا بطريقة شعرية زوينة. احنا طبعا غنستخلصوا منها الأحداث ونحاولوا نوصلوا لكم شوية من المقصود ديال الكاتب وفق الفهم ديالنا البسيط للفصول ديالها بالدارجة.
وكنصح أي مهتم بالموضوع يطالع على النسخة الثانية من قرارات الخيط واللي غينشرها الأستاذ جمال، حيت حنا ما غاديش نقول لكم داكشي اللي كاين في الرواية كامل، وإنما غنحاولوا فقط نوصل لكم واحد النسبة من داكشي اللي فهمناه. نبداو. وانا دري صغير شاد في يدي حنتيتو على صدري لبانة، كنرضع بالزول الحليب من صدرني النياموم وحتى يطيب عشانا، وكنشرب الزعتر على ود السخانة، ودخان فلي وكيخنقني ويدمع عليا عينيا. كنبدا نعطس ونتفكر، كتجيني غمة كتحبس فيا النفس، القديد منشور على السطح معلق ويابس بلا يدام. انا ملي كنتفكر كيقيسني الصرع، وكنولي بحال شي دري صغير كيعرض الحروف ألف باء تاء ثاء إلى آخره، حروف كتبها الطباشير على السبورة وجات عليها الميمساحة رضاتها غبرة بين الصفوف. وانا تلميذ مجتهد جالس في الطاولة الأولى حدا السرجم نتفرج برا، وصوت الخيول وصداعها كيوصلني من الطريق، راكب فيها تمخضني، كتصنع مني المعقودة والدولمة والتشيشة المفورة في الكسكاس، وكلمة علاش كتستفزني، غراف مالح على الطبلة ديال حصير الدومة، وانا عطشان بغيت الماء، شريبة باردة تشفيني وتكفيني على السؤال. بغيت من السؤال يخرج ويبين لي وجهه ما يبقاش مخبي. انا ما بقيتش قد نتحمل السكوات ديالو، وما بقيتش قد نزيد نستنى، بغيتو يخرج ويعنقني بداكشي اللي كيعرف، ويخليني نرجع لبلاصتي نقرا التجاعيد ديال امي والشيب ديال جدي والوشم الباهت ديال حنا يامنا. بغيتو يعلنها للأحضان ديالي واخا هي مرة، ويخليني نستنى نهاري بوحدي في هاد الآن القاسح كنقاتل باش نفك خيوط الحقيقة، ونسبح الداخل ديالي بحمد الحق وعين الحق لا تنام، قرب لعندي وما تخافش نتقلق، وخليني نبقى مع دموع أمي. دموعك الوالدة ما غدوزش سهلة، دموعك الوالدة غالية. المسافة ديال الرجوع هي أيام راكباها السوسة، وجهها عامر بوحمرون، كتشكى من الضفار اللي كبروا، وخيط السرة المقطوع من القماطة، والجلدة ديال الحشفة قبل الختانة، وزيف حنايا من المفكوك في زوج بغال، والشعر الحمر موقر كتر من الشيب، والحاج قويدر فخر أيام وكيدل، كنشوفه دابا بين عينيا. الضربة اللي في جبهتي خلتني بلا نعاس بسبب داكشي اللي دارت الجزائر فيه وفينا. البلاصة حمام بوحجر في غرب الجزائر، بعيدة على عين تيموشنت بواحد وعشرين كيلومتر، وعلى سيدي بلعباس بخمسة وأربعين كيلومتر، وعلى وهران بواحد وستين كيلومتر. هنا فين تزاديت وهنا فين كبرت، هنا فين كانت البداية ديالي وهنا فين جات النهاية. هاد الأرض سلخاتني من الحلم ديالي، ومسحات من قلبي البسمة والحياة، وعذباتني. قريت فيها الابتدائي وعامين ديال الإعدادي، وفيها كان السبوع والختانة ديالي وعرس با وما. تاريخ نهار السبت 27 ديسمبر 1975، السمية اس ام بي الميلود جمال. اس ام بي هي كلمة بالفرنسي، سون نون باترونيميك، كينطقوها سنابي. هاد الكلمة كانت لاصقة في كاع الاسماء ديال المغاربة اللي كانوا في الجزائر، كيهزوها في اوراقهم الادارية والحالة المدنية. غي كتسمع سنابي فلان بن فلان في شي إدارة ولا مدرسة كتعرفو من روكي، وكيعني أن الاسم العائلي ديال الأسرة هو سميت الأب باترونيميك، حيث الاسم الأصلي للعائلة مجهول، بقى في المغرب بنواحي بركان بحال عائلتي. حمام بوحجر مدينة زوينة، البني ديالها فرنساوي، حتى المسجد الكبير اللي كانوا كيصليو فيه كان كنيسة قبل ما يردوه مسجد، وكنت حاضر مع الناس نهار طلع داك الشاب في الصومعة وحيد من فوقها الصليب، وحنا كنا لتحت كنغوتو ونصفقو ونصفرو. افتتحوا بومدين نهار جا لقرية المايدة في إطار داك الشي اللي كان كيتسمى بمشروع القرى النموذجية في الوقت اللي تعرفت بالثورة الزراعية. شفت بومدين كينزل من الطوموبيل وكيدخل للمسجد، كنت مع الواقفين اللي جاو يشوفوه. حمام بوحجر كانت عامرة بالعائلات المغربية اللي جات من بركان والسعيدية، بالضبط قبيلة ولاد منصور، وكانوا كيشكلوا قوة اقتصادية مهمة في البلاد، خاصة في الميدان ديال التجارة والفلاحة وتربية المواشي، والأغلبية ديالهم كانوا ناجحين.
مثلا من الكبار المعروفين كان الحاج بوسيف والحاج بن علال والحاج قدور البويحياوي وقويدر حمادة. هادو كلهم جروا عليهم معانا وخلوا مراهم الخير والفلوس والأملاك ديالهم، قتلوا لهم حياتهم. فوقاش هاجر جدي للجزائر وفوقاش سكن في حمام بوحجر، واش في عام البون ولا في عام الفيل الله أعلم. المهم هو جدي استقر في الجزائر وقال هنا نبني عشتي والأرض ديال سيدي ربي فسعوا في مناكبها وكلوا من رزقه. هكذا زاديت هنا وتربيت هنا وكبرت في العشة ديال القمح والشعير، وكليت بمعلقة ديال العود بركوك شفغرفية والسيكوك حدا الفقونة، وتعشيت الببوش بالنونخة كان جبد لحمو بيبرة. وحنا يامنا ما كانوش عندها السنين، نعست في الحجر وكنت كان فيقتي الميد نقي كان مشي للمدرسة. وجدي كانت عنده حانوت كيبيع ويشري فيها وعنده البقار والشياه وبحيرة ديال الدلاح والبطيخ في الحجيرية، وكاميوة داير لها الشيفور، وكان العربي كل عشية كيجي يحلب البقر وينقي الكوري. عشت مع الدجاج العربي والدجاج الرومي والفلالس، ورضعت الحليب من بزولة البقرة، وكنت كان خاف من العجل ينطحني، والفكرونة حبات معايا، وتحت طبلة مش ولا جوج، والدبان متكي في خيط الضو، والنمل قرصني من القدم، والطغر غير ديال الحمام الساكن في القرميد، وحنا يامنا كتنقي الزق من الطراب بشطابة الحلفة. تحت الدالية كنت نلعب البيتشاك، وكنطلع في الكرموصة ونجري بين الخرفان، وكنسقي بالتيو والقصبور والمعدنوس والنعناع والكروطة واللفت، وكنجمع البيض من البولاي ونقز من فوق الكوري على التبن. كانت الدنيا هانية وكل شي بخير وعلى خير، كان قرا ونلعب والحاج كيبيع ويشري، حتى جا داك النهار الكحل وبداو كيجمعوا المغاربة جارينهم عريانين وحفيانين، شي بوحدو شي مع عائلته للكوميساريات، وعمروهم في الكيران بحال البغال غاديين بيهم لمركز الحدود زوج بغال. هي حكاية عامرة بالأحزان مطوقاني وكتجرني بحال البحر في وسطو. كان عقل عليها من النهار كنت نلبس ليكوش بالشراوط، وكان قضي حاجتي الكبيرة والصغيرة على روحي بكل براءة. نهار كنت ندخل مع النسال الحمام وامي كتحك لي ظهري، وحنا يامنا كتذكر الله، وبالليل كتحاجيني حتى النعاس ومبدا فتش. ما كنت سوقش ريحتي، ما كان دور، ما كنت تقلب قبل ما ينقلب القالب علينا ويطيح السقف ديال الزنك ويتشتت العش، ويطيح راس المال على نيفو يمشي باطل، ونولي ومدلولين ضعاف ومن العتبة ديال الدار مطرودين بلا وجه الحق. وين حق والشاهدة ديال قبر حنا يامنا في مقبرة واد الناشف في وجدة كتشهد باللي تزاد في 1893 وتولي في خر ايامها في الكوميسارية مع الحاج الشيخ الجليل والحاجة الفقيرة، وانا معاهم دري صغير. كتعقل وانت مقمط في القماطة غارق في البول ديالك الحامض حتى الودنين، كتشرب تيزانة مرة قطران، وقدام الحاج كتحبو خنون تكتسيل والرياقة في عنقك والرمض في عينيك، وامك كتجرك تدخلك للدار الخالية من الدالية وكرم الكرموس وخبز الكوشة المرغة في الرماد. شدك حامي تغطسو في زلافة زيت الزيتون وتسرطها، والشهيبة طايبة مع أتاي في كاس حياتك. حياتي شوكة في الحلقوم مفتولة بالحلفة بحل الميدونة، كتفرك السميدة عجينة معلقة من العين في مسمار الطوب، والزنك سقف ساكنه الرتيلة، والفقونة الحامية شاعلة بالعافية. ما تزيغش على اللي جيتي على ودو تبقت مضغ الهضرة. دري صغير كتفلي شعرك في المجمر وتلعب في الحوش البالون، تجري في الهواء عريان هار باللور، والقدام ساكن بحل الكوز في الفول يابس، تحصر على الدار المهجورة من القصعة المقلوبة على فمها عايشة بالحليب، وتنسى الشات معلقة في نهار العيد مسلوخة خليناها مورانا ما كلينا منها التقديدة، وانت شاهد ومكوي بالمزود، وكتحس بالزرواتة كتدفعك مغبون باش تغوت وسط الليل. اللي سمع ماشي بحال اللي شاف. زدودودة 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 الطلابي في ميدونة المعاش المصنوعة بالحلفة عندها قرط معلق في مسمار الحديد، وليد كتكور الفارينة بالسميدات في تلبركوكش لنهار الجمعة. كنستناه يبرد فيا الجوع وصابر، كانت بعد الدخان اللي كيطلع من القصعة وكنستناه يوقف وما يبقاش عافية تكوي ليا لساني نفطف اللحم.
كان عندنا حانوت قالوا لي اليوم ولا وكالة للتأمين. كانت حداه واحد الدار على الليمن، وحداها غاراج كبير كيغسلوا فيه الطوموبيلات وكيعدلوا فيه الجراير، وهو الوحيد اللي كان في حمام بوحجر في ذاك الوقت. وحداه كانت المحلبة ديال عمر، وقبلته كان الطريق، وموراه الفران ديال حمزة وحانوت موحى السعاجي عمي موحى. هاد الزواوي الضريف جاء عندنا واحد المرة ملي كانت الحدود باقي مفتوحة، استقبلناه وفرحنا له بزاف. يا حسرة على عمي موحى، ما عرفتو مسكين واش مات ولا باقي حي، كنا عزاز عليه. كان جدي الحاج على من ما قلبتي عليه في حانوتو كتلقاه عنده، حتى السكر القندلي كان عنده، والسكر القندلي هو حجرة بحال الشب ولكن ماشي بيض وما كيجبنش الفم، هو حلو كيشبه الموجة ديال البحر. كان كيعجبني هو وعرق السوس والمسكة ديال القلوبو والحلوة ديال كابريس. ملي كان سالي قرايتي كنت كندوز وقتي كامل عند جدي، كان عاونو في الحانوت وكندير معاه كل شي، وكان كيخليني نقابل بوحدي ملي كيمشي يصلي في الجامع، كان كيتكل عليا. كنت كنبيع وكنرد الصرف وكنعرف نوزن. الحاجة الوحيدة اللي كان كيكلفني بها غيب السيف هو البرميل ديال الزيت، كنت مازال صغير وما نقدش عليه. الحانوت كانوا فيه الرفوف ديال الخشب ومستفين عليهم نيدو ونيستلي وقهوة السبع وسلعة أخرى، وكانت عنده فيترينة ديال الزاج في الواجهة فيها الخيط والإباري والحجرة ديال البيل والقفولة والأستيك وشي حوايج أخرى تنساو عليا. وفي الحانوت الداخل كان بيت صغير كيخزن فيه جدي السلعة، آتاي في صنادق ديال العود والطمار والخناشي ديال الفارينة والقوالب ديال السكر والكراطن ديال أومو والصابون وبرامل ديال الزيت، وكان الفار كيدور تما ولكن كنديروا له الفخ من داف فيها الفرماج، كنصيدوه في الصباح كنرميوه. في الليل مور الخدمة كنجلسوا في الدار في الصالون جي عند التلفازة، كنتفرج والحاج ما كيتفرجش معانا. كانوا عزاز عليا الافلام ديال طرازان وداكتاري وتيري لافروند ولو فيكتيف، ونهار الاربعاء لو فيرجيني، وليله الخميس كنستناو بالجاوي احمد يقدم لينا شي فيلم. كانوا كيعجبوني حتى السكيتشات ديال قريقش وقاسي والسلسله ديال سيباستيان والحديقه الساحره وحديدوان، وماما تراكي ناس ملاح ملي مشى عندهم لانسبيكتور الطاهر ولا برانتي لتونس. نهار كانوا ليام كيعجبوني، وكنت كنضحك مع جيري لويس ومع لويس دوفينيس ولوريلي هاردي. هانتا وليتي كدوب بحال السكر قندلي في الفم بلا بنة، وتمص عرق السوس ناشف خاوي، تمضغ المسكات قلوبو بلا عجنة، طايح في جرف غارق. بومدين حرمتيني من الحياة، الله يعطيك النار تاكلك. دارنا كانت كبيرة بحال الهرم، مبنية في واحد الساحة عريضة عامرة بالشجر، وقبلتها كانت الطريق الوطنية سموها بسميت الشهيد العربي من مهيدي، مستفين عليها البطوات ديال الضو مغروسة على جنب التروطوار غادي الوهران. كان القرميد ديال دارنا حمر، ساكنو الحمام وعندو باب ديال اللوح فيها النمرة جوج، عندو جوج سراجم مور عمايد الحديد على اليمن وعلى اليسر ديال الباب، كتدخل منهم الشمس. وسطهم كان كولوار كيفرق البيوت في الوسط مغطي بشجيرات ديال العنب كتضل البلاصة. كنا كنجلسو تحتها مور العاصر مع العائلة نشربو كاستاي، لعبنا فيها الدوحة أنا وخويا محمد. كان ضاير لها سياج عنده باب كيعزل تراب مزقناه بالجرا واللعب، كانوا كيعيشوا فيه الطيور والحيوان والربيع، وكتضويه القمرة والشمس في الصباح. إلا بقيت كنبش في الحجر ديالو عمري نخرج وعمري نسالي، وأنا بحال اللي قاسوا المس من الحضانة، ما كانش اللي يجبد جرحي والنهاية الخايبة ويونسني في بكايا من غير خويا محمد اللي مشاف الجنازة ديالي حدايا كيخفف عليا العذاب والعافية اللي كلات عظامي. ما لقيت حد من غير ويفك معايا الشدة ديال الحايك البيض ويعرف كيفاش يفكني بالبرنوس والعمامة. ديرني وعود زور المقابر باش ما يسكنكش الشيطان، وخود عظام الميتين تهرب به من التراب المجموع على الصدر، وحفر الحفرة ديالك بيديك تدفن فيها روحك، ودير في المود ديالك خوك محمد على جنبك يقرأ عليك صورة البروج، ووصيه ما ينساش البسملة ويقول آمين. فراشة كنت نحكها على الجلدة وكتنبت في حجري شعرك حلا قبل الموسطاش واللحية. أجي معايا خويا محمد إلا كنت قاد تحبس النفس، نتمشاو جميع في الدروبة ديال دارنا، نحسبوا الآهات ديالو والغرس النابت فيه، كرمات الكرموس الكوري البولاي وبراكة القناين والكوشة. واش كتعقل على الكوشة محمد؟
يا خويا العزيز فقونا مرصعة بالطين واللي سقلتها يد الوالدة. واش كتعقل شحال كان الخبز ديالها بنين وكان بغيو اكثر من البولانجي والمطلوع. والدالية يا محمد، والدالية يا محمد المسرحة في السماء في القند ديال الحوش واللي كنا نجلسو تحت الظل ديالها وقت العصر وكان شربوا آتاي جميع. حنا يا منا الحج خضراء الحج قويدر ميلودا ربيعة وحمد وديما تحت طبلة مش ولا جوج. هاد المشهد ديال المشاش كان ديما كيتعاود في كل وجبة وفي كل جلسة يا محمد. والفكرونة بيناتنا كتحبو والدجاج الرومي والعربي والفلال سحدانة ومور الفطيرة ديال الشعير والصينية والبراد وملي كتخوى البلاصة وكتدخل الكسيبة وكيسالي العربي الحلاب كنوضو نلعبو. كنتسابقو عند البيكالا ونديرو الدورة بالنوبة ومورها كنخرجو الكورة نلعبو بيلانتيات ضربة بضربة. انت كنتي عبروق الحارس الدولي ديال شباب بالكور بلوزداد ديال دابا، وانا كنت بيتروني لعاب ديال المنتخب الوطني الجزائري في السبعينات. ومورها نحفروا الحفرة ونلعبوا النيبلي ولا البولا، وبين حجرة وحجرة كنصنعوا الشبكة نركل ليك وتركل ليا ونحسبوا البيوت ونغوتوا آلي ملي كتسجل ولا نركل ليك وتركل لي ونحسبوا البيوت ونغوتوا ملي كتسجل انت ولا كنسجل انا. كيسالي الماتش وحنا ما كنساليوش من اللعب. تحت العروش كنصنعوا الكروسة بسلك التبن وبجراير الشمة وفي بلاصة الضو كنحطوا السدادة ونسميو هادي دياس بالاس وهادي كادياك ونسافروا. نركبوا الرول مع الكارلاج نلعبوا زحليقة، وفي اللعبة ديال القرد نقعدوا نلعبوا بخمس حجاري وحدة في الهواء واربعة في الدويرة ونخطفوا جوج ثلاثة قبل ما تطيح الخامسة في اليد. وانت ديما كنتي كتربحني حتى في النوايو عالف المشمش اللي كنا نحطوه في القوطي في الضبارة كنتي كتغلبني وانا ديما خاسر. انا كنت فتيلة فيك بات فيك وكان هرب لعندك. دوك الايام دوزناها يا محمد ولعبنا فيها كل شيء الا الروندا. قالت لينا الوالدة حرام وما لعبناهاش. لعبنا فيها الضامة ولعبنا فيها وليمة وطوطنا الجباد ودورنا الزربوط بخيط قلب السكر الزرق والزنزليت داك العظم ديال الشياه اللي كنا نلعبوه ونسيت كيفاش كتلعب. إلا كنتي عاقل عليها فكرني. وفي الليل الحجايات ديال حنا يامنا كنحطو الراس عندها ونتصنطو نعسات لون جا في حجر حنا يامنا يا محمد. والغول كلاب بنت السلطان لون جا يا لون جا طلقي سالف كنطلع. كان كل شيء في أمن وأمان، الإنسان والإنسان، الإنسان والحيوان، وكان الطير والزرع والكرموس والعنب والبيض والحليب واللبن والزبدة. وفي الصباح بكري كنوضوا للخدمة، كنفتحوا النوالة ديال الدجاج ونجمعوا البيض ونقيوا بيت القناين المسقفة بالزنك، وكنبدلوا لهم الماء ونطلقوا الشياه والبقر، كنصفقوا ونغوتوا ونصفروا كما كيديروا الكوبوي في الأفلام. وكنجيبوا الماء من السقايه بالتيو كنعمروا الصهريج ونسقيو النعناع والقصبر والكروطه والمعدنوس واللفت. كنطلعوا فوق العشه اللي في الخربه وننقزوا على التبن وكننفضوا علينا الغبره وكنلعبوا الكاشكاش ونقلبوا على بعضياتنا. كنطلعوا في الشجر ونلقطوا الفاكهه حتى تهرس بينا الفرع وطحنا يا خويا محمد. انا على راسي وانت على رقبتك وتقسم الحب من ظهره وضاع الحانوت وراس الحانوت وطمس عرق السوس وسالت السميدة من التقبل اللي دارها الفار في الشكارة. لا نيدو في الرفوف ديالو ولا نيسلي حداه، والفيترينة ديال الزاج خوات ما بقاو فيها لا مساسك لا قفولة. ويبسات البحيرة وضاع الدلاح في قرية الحجيرية، وصونا الجرس ديال المدرسة وتجمعوا الدفاطر والستيلوات وتسالات القراية، والنتيجة كانت صفر مع الطرد. وخسرنا العام والأعوام بضربة ما جاتش للبال، جات على البحيرة والكسيبة والقراية في رحلة مجانية بالليل كحلة. في ديك الليلة وحنا كنطلعوا في الكيران الناس كانت مستفع للتروطوار كيغوتوا السلك السلك فرحانين بالقرار اللي صدر فينا. نكروا الروح والدم اللي سال في جبال الجزائر على استقلال الجزائر، وحنا فينا ولد الشهيد وبنت الشهيد ومعانا مرت الشهيد وحنا نساب بيناتنا. يا حسرة على العجل الكحل وقهوة المهراز والربطة ديال التومة اللي كانت معلقة من الشعر في المسمار، والفقونة الحامية في القنت كتطبخ الزعتر تحت ريحة فليو والحبق. يا غربة حصير الدومة من القصعة ديال الفول المفور والقديد والدجاج والمرقة بالخضرة.
تحت سقف كيتوسطوا الضوء ديال القنديل الطافي بالنجمه ديال الرتيله، والخالي من الفراش ومن السلسله ديال حاجيتك ما جيتك الحنا يامنا. حاجيتك ما جيتك الغاز واسئله كثيره ما بقيتش عاقل عليها كلها. حاجيتك ما جيتك يا محمد، هادي عين جاره مصيرين شنو هي؟ هي الابره والخيط، هي عود المغزل وطير السنه ونوم اللي هاجر، هي حريق حليب الكرموس على الجلده والعضه ديال عزيز المنفوخ تحت العين، هي القرصه ديال النمله الغاطسه في القدم والدم اللي كيسيل نوقفوه بالتراب. توحشت السطح الاحمر العامر بالحمام والريش ديالو، وتوحشت النعيسه مور الظهر على الزليج في حر الصيف، والغطسه في الصهريج مره وحده تحت السباله، نتمرغ في الماء ونغطس وشكون فينا اللي يصبر كتر تحت الماء، وانت حدايا كتحسب لي ونحسب لك. قبل ما يجيني الزهايمر وننسى، انت المبتدا وانت الخبر اللي خبر وشهد المبتدا وعنده الخبر. خساره ساكناني كنسولها في السطل وكنغرف الجواب المحال من الماء، ما كنصرطوش واخا نموت بلاطش. دوك الايام باقيه في العين دمعه كتبكي على الفراق، كيجرى دمالحه سارحه على الخد تسيل. حنا يامنا كتنجر الصوف بالقرداش، والمغزل كيدورني من الحفا عشعاشي كتشوف من تقبد العين، كتشدني من يدي. رزمة حمام بوحجر هزه الغسول والخراطة والحجرة الحرشة، كسوة بالية مقمضة على عظامي كتلبسني بالمقلوب، دربالة مقطعة من الجنب الليصر ديال الصدر كتنفخني رابوز يشعل قلبي. بوهالي مجدوب تايه في المحال، كان ركب زوج بغال حفيان بلا نعال، جحش لاصق على السلك بردعة كنقرا التبن والخرطان والفصة، وكان حزم الربطة ديال التومة من الشعر، كان عبر الأوهام كروية وسكينجبير وتحميرة بلوقية، وسكر قندلي اللي كان يعجبني ولا يجيني عود ناشف، سسافين دانيورة في حلقي. حنا يامنا والحاج قويضر وامي خضرة كتغطيني بالبوربح، وانا كي مقيدش خايف من الغولة، وموكل واقفة على راسي جايبة اخبار خايبة، نطير نعاسي كنشوف في السقف ويمتى يصبح ويفتح. ارجع دباتي الميت تقرا قبل ما تموت، والبس طابليتك البيضة بحل الكفن، وخذ بخورك الدوات والقلم، وسير للمقبرة تقرا مع الموتى وتردد صورة ياسين، وعلى الصبورة ديال قبرك تكتب تاريخ الوفاة بالهجرية والميلادية، وطلب من الواقف على راسك يدعي معاك بالمغفرة والشفاء. غتلقاو الجزء الثاني على قناة زاوية أخرى. بسلامة.